السلام عليكم. يبدو أن السلطة في الجزائر ما زالت تدمن الاقتراض، ففي الثمانينات والتسعينات اقترضت الجزائر من صندوق النقد الدولي ونادي ليون والبنك الدولي وغيرها، لكن بشروط قاسية أجبرت الحكومة على غلق الآلاف من شركات القطاع العام وتسريح عشرات الآلاف من العمال وتعريض الاقتصاد الوطني للارتهان والرقابة الأجنبية المستمرة. السلطة تقول اليوم في ظل انهيار أسعار النفط أنها تتجنب الاقتراض من الخارج حتى لا تؤول إلى نفس المصير، حق أريد به باطل، لأن السبب الحقيقي هو عدم قدرة السلطة والحكومة على التسيير الجيد وعلى كف أيادي الفاسدين والمختلسين والمبذرين في المال العام. ومثال ذلك فالحوت الكبير المتورط في فضائح مسلسل سولاطراك، الطريق السيار وخليفة، كلهم أفلتوا من العقاب، لأن العقاب لا يوجد أصلا في غياب دولة القانون والقضاء المستقل. الحكومة اهتدت إذن للاقتراض من الشعب ذو الأغلبية الزوالية عن طريق حيلة السندات المحلية، بينما فشلت في استقطاب آلاف الملايير من أموال أشكارا وإدخالها بيت الطاعة البنكية. فهل ستنجح الحكومة في مسعاها في ظل انعدام الثقة في المنظومة المالية؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. تكاد تكون الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تتفاجأ عند انهيار أسعار النفط، فتصاب حكومتها بالصدمة والارتباك في طريقة تعاملها مع آثار انخفاض ريع النفط وتدني مداخيل الخزينة، الأمر الذي أجبر الحكومة على إلغاء الكثير من المشاريع أغلبها ذو صبغة منشآت قاعدية كالترامواي وسكة الحديد والمطارات. وعود الحكومة بالتوجه نحو البنوك الوطنية لتمويل المشاريع اصطدم بغرق هذه البنوك في تمويل آلاف حاويات الاستيراد والتي بلغت أكثر من 65 مليار دولار. اقتصاد الجزائر المبني على القاعدة البدائية الساذجة ريع فاستيراد فحاويات فاستهلاك وجد نفسه اليوم فارغ اليدين أمام 40 مليون مستهلك ومستثمرين في استيراد الحاويات. حكومة سلال فشلت في استقطاب أموال أصحاب شكارة عن طريق مشروع الالتزام الجبائي والمقدر بآلاف الملايير رغم نسبة 7% فقط كضريبة مقابل إعفاء جبائي عما سلف من تخزين هذه الأموال في شكارة بدل البنوك. الحكومة عادت مجددا لخطة إطلاق القروض السندية لاستقطاب المكتتبين في مشاريعها الاستثمارية من المواطنين والمقاولين الخواص لسد عجز الخزينة والبنوك، لكن القروض السندية تصطدم مرة أخرى بخواء جيوب المواطنين نتيجة غلاء الأسعار وانعدام ثقافة الادخار، وفوق كل هذا عدم الثقة في المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها البنوك ومناخ الفساد والإفلات من العقاب، حيث ما زالت فضيحة ملف بنك خليفة وإهدار أموال المدخرين ماثلة في أذهان الجزائريين، إضافة إلى الفوائد الربوية التي تلجم الكثيرين أخلاقيا من الإقبال على البنوك القائمة حاليا. وحتى ولو تحقق هذه الإجراءات العاجلة القليل من أهدافها في جلب السيولة، فإنها تبقى مجرد حلحلة مؤقتة ومحدودة ما لم يتوفر المناخ الاستثماري الصحي، ليس في المنظومة المالية فحسب بل في منظومة الحكم برمتها والتي ترهلت وصارت تشكل عبئا على تقدم الجزائر وانطلاقها نحو آفاق الدولة العصرية والاقتصاد المنتج والرعاية الاجتماعية والقضاء المستقل لمتابعة الفاسدين كما تفعل الصين والبرازيل التي تقاضي رئيسها السابق لولا دا سيلفا، وحتى فرنسا التي يتابع فيها ساركوزي وجاك شيراك بتهم الفساد. شكرا للزميل صابر أيوب على قراءته لهذا التقرير. إذن معي على الهاتف من الجزائر السيد نور الدين القليل، محلل في البورصة. أهلا وسهلا بك سيد نور الدين. أهلا وسهلا أخي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بمجتمع قناة. سيد نور الدين، ربما استمعت إلى التقرير وحول المبادرة أو مخطط أو خطة الحكومة للاستدانة من الاستدانة المحلية عن طريق إصدار سندات لتمويل مشاريع، لماذا في رأيك لجوء الحكومة؟ نعم فيه أزمة اقتصادية في انهيار أسعار النفط، لماذا لجوء الحكومة إلى هذا النمط من الاستدانة لتمويل الاستثمارات في الجزائر؟
شوف هذه النمط استعمل في بلدان امريكا اللاتينيه بلدان امريكا الجنوبيه في الخمسينات والستينات، يعني كانت الحكومات التي وقفت مسلسله في بيتي زيتي اون فايت سيدي في الانيشيتيف قبل الله في البابي كي لا فيموس لا تيت اتفاير الانيشيتيف ديزونكسيون ديال ليبيكاسيون ديال بصح لو بروبليم تاع حنا في الجزائر سي كو بروميامون لي جون كي غوفيرنو ديالي سي با دي جون كريتيبل حتى الاولى يحكم اي جزائري يقول لك لو بوليتيسيان الجزائريان يجي يقول لك الحاجه راهي حمراء اليوم يقول لك حمراء ودي تدي الدوله تبعها ابقى معايا السيد نور الدين القلي، لان الخط يبدو ان الخط نوعا ما رديء. سيعد الاخوه الاتصال بك في انتظارك. توجه وتحول الى السيد فرحات ايت علي الخبير المالي من الجزائر. اهلا وسهلا بك سي فرحات. مساء الخير. مساء النور. في رايك سي فرحات لماذا توجهت الحكومة للاستدانة المحلية عن طريق السندات لتمويل المشاريع، وتحث كذلك أصحاب المشاريع على التوجه إلى هذه الطريقة لتوفير المال اللازم لتمويل الاستثمار؟ ما غير ما يخص يعني اللجوء الى السندات الداخليه لتمويل المشاريع. نعم. ستكون غير ناجعه يعني في الحقيقه. ايوه. لانه اغلب المشاريع تمر بالعمله الصعبه، يعني احنا نستوردوا جميع المعدات وحتى الخدمات يعني اللي تخص المشاريع الانمائيه ولا المشاريع الصناعيه. نعم. اذا درت انت سند يعني سندات خزينه باش تتمول هذه المشاريع بالدينار الجزائري، يعني على اساس الدخل الاحتياط الداخلي، والعمله صعبه منين نجيبها؟ نجيبها من احتياط الصرف يعني حتميه. نعم. لكن في نفس الوقت يعني هل تعتقد حتى ولو انه الدينار الجزائري سيحقق بعض التمويلات باعتبار ان المدفوعات في 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 الاستثمارات لن تكون كلها بالعمله الصعبه، لكن حتى في هذه الحاله هل تعتقد ان المواطن في وضعيه تسمح له بان يشتري هذه السندات ويشارك في هذه المشاريع؟ اولا المواطن الجزائري العادي اذا تكلمنا يعني الاحتياط العادي للعائلات. نعم. فيه تسنى له يعني ان يشتري اي سند يعني 90% من العائلات يعني المدخول نتاعها ضئيل ونقدر نقولوا شبه منعدم، يعني ما عندهمش احتياط باش يشريوا هذه السندات. هذه السندات الحكومه على حسب رايي يعني شايفه انها راح تبيعها للناس اللي عندهم الاموال المدخره، اللي كان الوزير يعني وزير الماليه من قبل كان ناوي يدخل هذا البنوك تحت طائله يعني 7% هذيك من الجبايه. وما نضاش انا الناس يعني هادو اللي ما قبلوش باقتراح وزير الماليه مده عام ما دخلوش 3 ولا 4 مليار دينار للبنوك رايحين يقبلوا بهذه الصيغه الثانيه هذه تاع السندات ب 5% من الفوائد. نعم. لكن الحكومه تقول ما دخلوش يعني 3 مليارات ولا 4 للبنك، لماذا فشلت في استرجاع هذه الاموال الموجوده ما يسمى باموال الشكارة؟ لماذا فشلت في إدخالها إلى المنظومة والدائرة المالية الرسمية، ورغم أنها يعني عرضت 7% فقط كضريبة على هذه الأموال مقابل الإعفاء الضريبي عن كل المدة السابقة عندما كانت موضوعة داخل الشكاير بدل البنوك؟ لماذا لا يتوجه أصحاب هذه الأموال إلى البنوك؟ أولا شيء البديهي أنه إنسان يعني اللي يتعامل خارج الإطار الرسمي وخارج الإطار الجبائي مدة سنوات. نعم. ما راحش يتعامل في إطار رسمي، يعني واش نايم وكل في 10 ولا 20 سنة تاع التعاملات المشبوعة ولا خارجة عن إطار قانون المعمول به، راح يلايمها على ضربة ويجيبها للحكومة يعني مقيدة. هذا شيء يعني غريب في اصله، ولكن كاين اشكاليه اخرى. أيوة. أن الحكومه خلات واحد الهامش نفسها يعني الاموال المشبوهه العائدات الاجراميه الارهابيه وعائدات المخدرات، وهذه الاشكاليه ترجع يعني كل الاموال المشبوهه. وش هي الضمان للانسان يعني اللي يجيب الاموال هذه ويحطها في الخزينه ولا في البنوك ان الحكومه ما توليش عليه خطره اخرى تقول له يا ولد انت الاموال تاعك مشبوهه، عليك انت اثبات نقائها وليس على الحكومه اثبات وسخها. نعم.
لكن لماذا تخاف الحكومة من أن تستعمل صلاحياتها باعتبار أن النقد في حد ذاته يعني الأوراق النقدية هي ملك للحكومة، رغم أن القيمة المالية المحتوى الداخلي هي حق من حق من يملكها، لكن لماذا لا تتدخل الحكومة في أن تسترجع هذه الأموال بقوة القانون والسلطة حتى ولو بإعادة طبع نقود أخرى؟ هذا الإجراءات يا أخي تكون يعني تكون الحكومة في محل قوة يعني قوة اقتصادية تكون نعم. عندها الإمكانيات ما هيش في أحد في محل استجداء يعني الخواص لإنقاذ يعني عجز الميزانية. لو كان داروها يعني في 2011 2012 يعني كيف عجز المحبوحة المالية كانت يعني أنجع من الوقت الحالي. حكومة ما هيش ما عندهاش إمكانيات أنها تخاطر يعني بإشكالية من هذا النوع. وهذا نتكلموا يعني على 5400 مليار دينار من النقد يعني اللي كما نقولوا حنايا طبعاتهم الدوله ب 62 اليوم 5400 دينار اللي راهي تدور 5400 مليار دينار اللي راهي تدور في السوق ما تقدرش تطمح عندها في شهرين ولا في ثلاثه وتعاود التوقيع نتاعها على الخواص والعوام شيء يعني شبه مستحيل. نعم، ابقى معي السيد فرحات اي تعليل الخبير المالي. يعود إلينا نور الدين القليل المحلل في البورصة. سيد نور الدين، بعد الترحيب بك مجددا، ما رأيك فيما تقوم به الحكومة؟ هل هو ظرفي فقط أم تحول في سياسة الحكومة نحو الواقعية في جلب الأموال وتمويل المشاريع والاعتماد على الثروات المحلية بدل الاستدانة من الخارج كما كان يفعل في الثمانينات والتسعينات؟ شوف يا اخي، على كل حال لونفا اوبليغاتير اللي عملته الحكومه الجزائريه هذه سي اون ميثود استعملوها الدول، استعملتها دول امريكا الجنوبيه في سنوات الخمسينات والستينات باش يجيبوا يعني البلدان امريكا الجنوبيه في الخمسينات والستينات كانت يعني معظمها فالسه سي دي بي كي تي اون بلان فايت. Ils ont recours à cet emprunt obligataire, c'est-à-dire les obligations d'État. Ils ont poussé leurs citoyens à participer pour financer la dette de ces pays. Mais ça, le problème en Algérie, c'est que à la banque, ou à la banque Kamel, les Algériens le savent, il n'y a pas de crédibilité. C'est-à-dire, les gens qui sont dirigés ou les blagues d'Adouma, ils ne sont pas crédibles. Je me dis que c'est un débat. avec des preuves, ou quand voir la même chose, il y a des hamras. Donc, il y a un manque de crédibilité. Le problème numéro un, on parle le risque. Voilà le risque. Le risque, c'est qu'un souscripteur d'un emprunt d'État, il dit, pour obtenir avec l'emprunt obligataire. Le premier risque, c'est la dévaluation du dinar. C'est le chocomat du dinar. Imaginez que le dinar il va se dévaluer. Le dinar il va vous dire que le marché officiel, il y a presque 1 euro pour 120 dinars. Imaginez que le taux est là. Sur le taux officiel. Mais sur le taux inofficiel, c'est-à-dire la bolsa pour Saïd, voilà, le problème, c'est que le souscripteur, il court un risque énorme. Les institutions financières en Algérie, c'est la galbe. Les banques sont archaïques, on n'a pas un marché financier. Donc tout ça, il y a une culture là. Je suis algérien, bien sûr, que l'on est blé, chacun veut du bien pour son pays. Mais pas avec les gens qui dirigent ce pays, la galbe. On lui dit qu'il me roule le haut de coule, avec déception. Non. Mais Firaïk, c'est Nordin, إحجام يعني أن الدولة ما حبش تمشي إلى البنوك إلى المصارف الدولية للاستدانة، هل هذا خوفا فعلا على السيادة كما يدعون من حين إلى آخر، أو أنهم يتخوفون من أن ترفض طلباتهم والإقراض؟ لماذا سيقولون كيف لدولة أو حكومة صرفت 800 مليار يعني ولم تحاسب على ملفة الفساد كيف نقرضها مرة أخرى؟ ألا ترى بأن حتى يعني المقرضين الدوليين يتخوفون من الحكومة الجزائرية وليس لهم ضمانات؟ انت كلامك صواب 100%. يعني لا دوزيام اوبسيون لي انستيتيوشن فينانسيير انترناسيونال pour qu'ils traitent l'argent à un pays il faut que ces pays remplissent des critères
ولي كريتير هادو هما لا بروميير دي شوز بون لا ستابيليتي بوليتيك لا ستابيليتي ان مارشي فينونسي. لاجيري ما عندهاش مارشي فينونسي، اون با مارشي فينونسي، ليكونومي تاعنا اللي با ديناميك، لا كومبيتيتيفيتي ما نهضروش عليها. Donc tout c'est et en plus il y a d'autres facteurs, d'autres, sans parler de la corruption, sans parler des classements des ONG, la transparence internationale par exemple, l'opacité en Algérie a atteint des limites qui sont incroyables, il y a la corruption, donc tous ces facteurs jouent en notre défaveur. حتى تسلف دراهم الخارج داكوغ بصح شوف لي طو دانتيغي كيفون فوز امبوزي، إذا تسلف دراهم ب 15% دانتيغي سي غراف. نعم. وان بليس لا نوت فينونسيير الجيريان ني با اونكور ايتابلي. إي باغي كو لو اس بي ستاندرد بور يفون فير اون نوتاسيون. يفون سي بازي سور سي كريتير. نعم. لا اون اورا اون نوت فينونسيير نيجاتيف. Par exemple, c'est Bill Mukasina Polo, la compagnie française qui a les assurances, la COFAS, elle a dégradé la note financière de l'Algérie à la catégorie B. La catégorie B, c'est-à-dire ces pays qui représentent un haut risque. Non. Avec un exemple concret. Oui. Un exemple concret, par exemple, qui m'a la Sonelgaz. Le cas de la Sonelgaz, c'est une entreprise algérienne qui cherche des emprunts auprès des investisseurs étrangers. Sur la compagnie Sonelgaz, ils coulent chaque fois, ils disent que nous avons besoin d'argent pour financer nos investissements. Mais ça, les dirigeants de la compagnie, à dire, en 2012, ils ont signé un contrat, en 2011, ils ont signé un contrat avec une compagnie allemande qui s'appelle Centrotel. La compagnie, elle était en pleine faillite, c'est-à-dire elle se dirigeait vers la faillite. Ils ont signé un contrat de 290 millions avec une compagnie qui était déjà sur la route de la faillite. Là, ça explique comment il y a eu des gens, hein, des gens qui viennent nous dire, après la drame, j'ai dû faire la facture de l'électricité, etc. Mais quand il s'agit de faire leur propre job, signer un contrat avec une compagnie, sans se demander, sans voir le bilan avec la compagnie étrangère, سون جميل إتسيتيرا. جميل وصلت فكره سي نور الدين. ابقى معي سي نور الدين القليل، اعود الى السيد فرحات ايتالي. كما كان يقول سي نور الدين القليل واعطى مثل ذلك، اولا نقص المصداقيه عند الحكومه، ثانيا كيف للمواطن ان يعطي او يشتري سندات بالدينار المعرض للانخفاض، يعني معرض للانهيار هذا الدينار، يعني هو راهو يعني فقد 40% من القيمه تاعو، والفوائد المقدمة من طرف الحكومة في هذه السندات 5%، مع أن التضخم في حد ذاته يقترب من 5%. هل هذا استغفال للمواطن يا سيد فرحات ايتالي؟ لا، على حق كل ما قاله فيما يخص مصداقية الدولة، يعني مصداقية تعاملات الدولة مع المواطن من البدء. ولكن فيما يخص يعني انخفاض قيمة الدينار، يعني لا ديفالواسيون، على كل حال ولو كان خلاها عنده في الدار راح يكون نفس الانخفاض، يعني في الحقيقة لأنه بعض الأموال غير متداولة يعني في السوق، ماهيش راح يقيسها بطريقة أو بأخرى، راح يقيسها انخفاض الدينار. أيوة. كانت عند الدولة ولا خارج يعني إطار يعني معاملة الدولة. ولكن المصداقية، يعني نقول لك المصداقية في تعاملات الدولة مع المجتمع، خلنا أن المجتمع يشك في الدولة كما الدولة تشك في المجتمع. يعني هنا عندنا ثقافة الشكوك المتبادلة يعني في هذه البلاد، وهذه ثقافة يعني كرستها الدولة قبل كل شيء، وعاد المجتمع هو ذل حتى يعني كما نقولوا ردة فعل دفاعية، وعاد يشك في كل يعني إجراءات الرسمية. نعم. ما تسمعلوش باش يحط الاموال نتاعو عند ادارات غدوه يعني تخرج له بقانون وتخرج له بتعليمه غير منتظره. احنا بلاد اللي فيها قوانين باثر رجعي، ما مستحيل يعني المواطن يدير ثقه في المدخرات نتاعو ولو كانت عائدات يعني تهريبيه. ولا نقول لك يا اخي هذو توعي خلاص خرج، ما تحاسبنيش عليهم وما نديرش فيك ثقه. هل توجه الحكومه الى السوق المحليه للتمويل المالي المحلي، هل هذا يعني أنها نفضت يديها فعلا من جلب أو من إمكانية، يعني عاد ما عندهاش أمل أنها تجيب أموال من الخارج، لا استثمارات في شكل استثمارات ولا في شكل ربما حتى يعني قروض، يعني هل هذا يعني أن الحكومة تعترف بأنها
فقدت المصداقية عند المستثمر وعند المقرض الخارجي، ولا تريد أن تصلح هذا الأمر يا أستاذ فرحات. لا حقيقة أرى أن الحكومة في تخبط يعني كامل وشامل، ما هوش اعتراف منها أنها ما عندهاش يعني مصداقية مع المستثمر الخارجي، لأنه الحقيقة حقيقة الأمر العراقيل والقوانين يعني المعرقلة للاستثمار الداخلي والخارجي وضعتها الدولة في حد ذاتها، يعني ما طاحتش نسمع هذه القوانين، ولكن نلقاو روحتهم في إشكالية. اليوم هذا القرض الداخلي ما هوش يعني عجز على اقتراض من الخارج، كاين بلدان يعني تقبل المخاطرة يعني فيما يخص بعض الاقتصادات الهشة كما الصين، والله عندهم أموال زائدة ويقبلوا مخاطرة محسوبة العواقب يعني في الحقيقة. ولكن هذا القرض السندي كاين خبراء اللي أعطوا رأي للحكومة، خبراء تاع الحكومة قالوا لها أنه هذا القرض لعجز الميزانية ما هوش رايح للاستثمار، هذه يعني حكاية ما عندها حتى معنى. استثمار في بلاد اللي تستورد كلش بالدينار هذا شيء غريب، ما كانش من هذا يقول لك يعني كاين جزء من هذه القروض راح تروح للاستثمار الداخلي باموال داخليه يعني خلصوا خدمات جزائريه محضه، ولو الخدمات الجزائريه المحضه عندها فيها يعني على اقل 80% مستورد. الاشكاليه انه كاين عجز في الميزانيه، والعجز في الميزانيه يعني لو كان يعني الحكومه تقدر يعني وهذا من سبع المستحيلات ضخ كل الاموال تاع العوام تديهم يعني في هذا السندات الخزينه تلحق واحد 20 مليار دولار، وهذا نعم. اقل من عجز سنه واحده نعم. اقل من عجز 2016 ما وما بالك ب 2017 2018 2019 كي بقى البترول نعم. على حاله يلزم نلقاو حلول اخرى، هذا هو هروب الى الامام. الحل هو في تقليص عجز الميزانيه، وتقليص عجز الميزانيه الحل نتاعو هو في تقليص الميزانيه في حد ذاتها. لو بيجي دو فونكسيونمون ميزانيه التسيير غير معقوله غير موضوعيه، فيها بعض القطاعات صفات على الميزانيه وخذات يعني حصة الأسد وما حبش تولي اللور، يعني قال لك انا يلزم الميزانيه نتاعي تبقى هي ولو الجزائر تحكم، وهذا شيء غريب يعني ما نقدروش نكملوا هيك. يعني تسير ما يلزمش تتحدى 30 مليار دولار من 2019. ابقى معي السيد فرحات التالي، ابقى معي، اعود الى السيد نوردين القليل. سيد نوردين القليل، ربما سمعت سيد فرحات ايش كان يقول بان هذه الاموال موجهه لسد عجز الميزانيه، ميزانيه التسيير والانفاق الحكومي اللي هي كما قال فيها كثير من الاختلالات يعني بين القطاعات، وكذلك ان صندوق ضبط الايرادات يقول بعض الخبراء انه سينفد يعني ينتهي يخلص في سبتمبر القادم، وبالتالي فهذا مجرد سد لعجز محلي وظرفي. وش رايك سي نور الدين القليل؟ والله يا اخي يقول لك بكل صراحه يعني نعم. انا نتكلم على الناس هما هذه ما سوسكريبتور دو لونطري اوبليغاتور، هذه الناس راح يسلفوا دراهم للحكومه. دوك الحكومه الجزائريه نعرفوها، دوك سي با لا بان نعملوا يعني نكتبوا كتاب عليها، نعرفوها دي جون وين يا با كونفيونس اي سون با كريديبل سي دي جون لي لا كوربسيون ايتترا ايتترا. مي هذا الكلام يعني ما تكلموش عليه، يعني كل جزائري يعرف هذا الشيء، ولكن هاد الناس اللي راح يسلفوا الفلوس للحكومة يعني هاد لي سوسكريبتور، أنا في رأيي لو يطلبوا حاجة واحدة يعني هاد لونترا اوبليغاتير هذا ديتا سوا اندوسي سور لو تو دانفلاسيون. واش حب يقول؟ حب يقول تعطيني 5% اللي كيما قلت لي وتزيد لي لو تو دانفلاسيون. نعم. كاين دي زوبليغاسيون في لي مارشي فينونسي انترناسيونو كي فاقل يعني دي 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 تو دانتيري اندوسي سور لو تو دانفلاسيون. إلا هذه صح يعني انا نحط فلوسي نحط يعني مليون دينار وناخذ 5% تاع لي تو دانتيري ونزيد لو تو دانفلاسيون. واللي هو في الجزائر الان يقارب 5%. في الجزائر الان يقارب يعني 4.8. نعم. يعني شوف نقول لك بكل صراحه لو كان نحبوا ندقوا في الموضوع نعم نلقاو باللي السياسه تاع البنك المركزي الجزائري ماهيش السياسه تاع لي تو دانتيري لي تو دانتيري لي با كونكوردونت افيك لو تو دانفلاسيون. عندك لو تو دانتيري 10% ولو تو دانفلاسيون 5% سي با يعني حاجه اللي تضحك. بصح مادام الحكومه قالت لك حنا اون دون 5% دو تو دانتيري يفو اجوتي لو تو دانفلاسيون. دونك اون اشيت جاشيت مو دي زوبليغاسيون ديتا الجيريان
افيك لو تو تاع 5% دي تو دانتيري بلوس لو تو تاع انفلاسيون كي 5% فديفيان 10% هكذا ما نخسرش سي ان ديفالواسيون دو دينار دونك سي با تيرمون دونك واش قال الاخ ايتالي قال لك لو كان يعني الفلوس يقعدوا في الدار ولا بصح الناس ما يخلوش فلوسهم في الدار يزانفستيش في الموبيلي يزانفستيش يزاشيت لي زورو في بورتيريد دونك لارجون اللي باس ما راهمش مستوطية في الديور ولا حاجة، لا تيشرو الموبيلي يشرو حاجة واحدة أخرى اللي دخلهم روندمون، يبون با ليسي لارجون في لي بونك، بصح هاد تاع الأسير تاع تاع لومبران ديبا، أنا نظن قلت لك هذه الحل الوحيد، وأنا نتكلم يعني على هاد الناس اللي راحين يخدموا فلوسهم، حاجة واحدة أخرى يا خويا ما يهمنيش، لا خاطر باش نهضر على الفساد في الجزائر هذا يعني أكيد يطلب لنا بالك صح صح وقت شكرا شكرا جزيلا السيد نور الدين القليل محلل في البورصة كنت معنا في الجزائر ينضم إلينا عن طريق خدمة السكايب السيد عبدو سمار مدير موقع الجيري فوكس من الجزائر أهلا وسهلا بك سيد عبدو سمار أهلا وسهلا بكم خويا وشكرا على الإضاءة الانفيتاسيون تاعكم سي توجور ان بليزير دو تروفي المغاربية الله يبارك فيك ونحن كذلك يا سيد عبدو سمار سيد عبدو سمار واش رأيك في يعني وصفها الإخوة الخبراء بأنه تخبط عند الحكومة في كيفية سد عجز الميزانية كل مرة يعني ساعة تقول بلي نحبوا نعملوا سندات محلية لجمع الأموال من أجل استثمارها كل مرة يعني حل هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في هذه المساعي على الأقل في المدى القصير؟ شوف أخي العزيز إذا نتكلم عن الحكومة الحالية نعم الحكومة الحالية ما عندها حتى ما عندها حتى كفاءات باش تصير الحالة الاقتصادية للجزائر. المشكل الاقتصادي في الجزائر عنده علاقة كبيرة مع المشكل السياسي اليوم في النظام السياسي الحالي يعني في حكومة السلال الحالية اللي بعض من اللوبيات اللي رايح حاكم الحكم في الجزائر ما حبش يكون لها فيها تعديل وحبوا يغارديو لي ميم مينيستر افيك لا ميم ايكيب غوفرنمونتال اكتويل اوكون ريفورم ايكونوميك اي بوسيبل pour la simple raison باش ما نروحوش بعيد الاقتصاد والسياسه يمشوا كيف كيف في بلاد في البلاد dans un pays où la compétence politique n'est pas à la hauteur il peut pas y avoir un changement économique ما نقدر نروح سي با لا بروح نتفلسفوا يعني من كارل ماركس لماكس فيبر انجلز سايتي بروفي aucune organisation économique ne peut être performante لو كان ما تكونش منظمه سياسيه performante يعني sans une organisation politique performante اليوم ناخذ الوزراء الحاليين من سي بوشوارب لعمار غول للسي سلال لحتى اغلبيه الحكومه تاع اليوم عندهم البيلون تاعهم الي كاتاستروفيك يعني عائله الفشل هذه اللي حاكمه الجزائر منذ 15 سنه ما دارت فيها والو حبينا اليوم هذا الناس اللي فشلوا منذ 15 عام اسكي بو شونجي لي شوز نعم لكن اليوم باش يكون تغيير اقتصادي لازم تكون عندنا نظره اقتصاديه سي عبد الصمار استراتيجي ايكونوميك استراتيجي ايكونوميك دوت بورتي بار دي ماناجير ايكونوميك نعم اليوم واش هي لا استراتيجي ايكونوميك تاع الحكومه الحاليه اوكين الحكومه الحاليه راهي تزير في روحها تنقص شويه في الـ نعم. في الـ في لي ديبونس لكن تسمعوني سي عبد الصمار اذا البترول يفوت 40 دولار والدولار يكون طلع يقول لك رانا سلكنا رامي سنا غير في الدولار هي اوكي استراتيجي ايكونوميك باسكو استراتيجي ايكونوميك سو كونستروي افيك ان نيفو ديكسبيرتيز نعم لكن سي عبد الصمار خوف ناس سلموا حقر لي كادر سلموا دخل ناس لحباس وخرجهم من البلاد هل تسمعوني يا عبد السمار؟ هل تسمعوني سي عبد السمار؟ نعم لكن عمار قول اللي هو يعني عضو فعال في هذه الحكومه وتقلد العديد من الحقائب الوزاريه يقول يعني بان رئيس المخابرات السابق الجنرال توفيق او ما يسمى بمحمد الفريق محمد مدين هو المسؤول عن توريط خليل او شكيب خليل في ملفات فبرك له ملفات فساد يعني ما فيش فساد في الجزائر قال لك بان هذا كل مفبرك من طرف المخابرات يعني انت تلوم الحكومه نعم يا اخي العزيز هذوك هذا عمار غول انا جبني ربي لازم يلعب في السيرك على روحو بلاصتو يا سافلاتي دون في السيرك يهرج على روحو يا ودي كان صافي دومو 10 شهرين كان يقول لك لعبت ماتش مع جينيرال توفيق وانا مقرب تاع جينيرال توفيق كي راح جينيرال توفيق قال لك هو اللي فابريكا وحصلها وداري تيراي تيرا علاش قبلت انت تكون وزير في وقت وين كان رب الجزائر هو جينيرال توفيق
يعني كي كونت لو يمور كي الملك يموت كاع يقول الملك ماشي مليح. اللي عنده ان دوسي يقول بلي شاكيب خليل اللي انوسون بلا يصدر يروح لا كور دو جوستيس كاين لا كور سوبريم اعطي الحق العداله تخدم خدمتها نديروا فيها ان بروسي ويدخل سي شاكيب خليل ويفهمنا. انا من الناس اللي يسالوا بزاف على قضيه 18 واللي يسالوا على 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 يعني مستوى المسؤوليه تاع شاكيب خليل. ولكن باش ندخلوا في تيوري دي كومبلو واحد ما دار واللي دار هو الديرات خلاص حنا اون بو با اونتخي دون سو جور دو ديبا سي دي ديبا ستيريل. هذه النقاشات اللي ما عندها حتى معنى راهي بين بعض الاجهزه تاع النظام. بار كونتر انا حبيت نفهم عمار غور كالي طون بيلون يا سي عمار غور وراه البيلون تاعك في الحكم في ترافو بوبليك. حنا ناس حنا شفنا دول اجنبيه بناو طرق فوق البحر انت الخضاريه والبيوره مازال تقبل تقبل تاع الخضاريه تاع البيوره مازال ما زقمتيهمش. انا جيمغي بيان كو عمار غور يتكلمني على البيلون تاعو ولو يتكلم على جينيرال توفيق وشاكير خليل اللي هو من الفاس كي لو ديباس واللي ماشي من صلاحياته. Aujourd'hui, le véritable problème, Akhil Aziz, est-ce qu'on a la matière grise pour faire un changement économique? Pour faire un changement économique, il faut une réforme bancaire. Est-ce qu'on a des managers nécessaires pour faire une bonne chose? Est-ce qu'on a des managers nécessaires pour faire une stratégie pour réduire la facture alimentaire ou notre mouvement de flaha? Est-ce qu'on a des managers nécessaires pour faire une bonne chose? معليش عبد السمار ابقى معي انا. السؤال تاعك هذا سؤال مهم جدا اطرحه على الخبير المالي سي علي او سي فرحات ايت علي. سي فرحات ايت علي هل عندنا كما قال لك سي عبد السمار يعني الخبراء الكافيين؟ هل عندنا المانجرز الكافيين اللي باش يسيروا اقتصاد عصري يمشي على المنطق اقتصاد السوق اقتصاد منتج اقتصاد تبيع وشراء؟ يعني هل عندنا فعلا من يستطيع أن يدخل في هذه المرحلة؟ هل أنت معي سي فرحات أيت علي؟ يبدو أننا فقدنا مجددا السيد فرحات أيت علي. أعود إلى السيد عبد السمار مجددا عن طريق خدمة سكايب. سي عبد السمار احنا ما عندناش فساد، يعني فرنسا عندها فساد لأنها الآن تحارب ساركوزي أو ربما تحاكم ساركوزي تحاكم جاك شيراك. في البرازيل لولا دا سيلفا اللي هو بنى البرازيل وجعلها قطب اقتصادي كبير في أمريكا اللاتينية ينافس حتى الدول الكبرى كالهند كالصين كالولايات المتحدة الأمريكية يحاكم اليوم بتهم الفساد. حتى إسرائيل تحاكم رئيس وزرائها السابق أولمرت بتهم فساد وهو في السجن وحكم عليه بالسجن نافذ. احنا ما عندناش يعني وزراءنا وحكومتنا يعني كانهم تقريبا ملائكه، يعني المشكله هي في ازمه النفط فقط. مش ملائكه يا اخي العزيز، مش ملائكه، فراعنة. احنا ما عندناش مسيرين، ما عندناش يعني دي هو ريسبونسابل. قلنا دي فارعون فراعنة. النظام السياسي الحالي في الجزائر وشفنا الدستور هذا كيف غون ديسيبسيون، يعني الدستور هذا راح يخلي النظام هذا في المعيشه، يعني فالو ميتونير اون في أمبيش توت جوستيس انديبوندونس. ما تقدرش اليوم ما كاين حتى جوج. شوف عندك دوكا حتى قاضي في الجزائر ما عنده لي زوتي نيسيسار يحاسب وزير، ما كاش. باش اليوم باش نيسيسار يعرفوا احنا هضرناها وكتبنا عليها وشرحناها. اليوم باش قاضي يتكلم مع وزير يبعث له برك بريه ولا يسوا باسي بارا كور سوبريم ولازم وزاره العدل هي تقبل له. Dans un pays où la justice elle est à genoux, il est clair que ce n'est pas possible d'aller. Je crois que le Brésil, ou le Hatel Kayan Sahyouni, ou le Hatel Kayan Rahna. Je n'ai pas de l'adèle à l'UFJZ derrière un décor. De l'adèle à l'UFJZ derrière un décor, le Hatel Kayan Sahyouni, ou 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 le Hatel Kayan Sahyouni. يا حتى شوف سبحان الله كيفاش راهم عايشين، يقول لك نحن في ازمه اقتصاديه. اخي العزيز وعلاش المسيرين تاعنا ما يخرجوش من كلوب ديفا؟ علاش راكم عايشين في كلوب ديفا اللي تقال منا واحد 50 مليون اورو في العام؟ ياكلوا ماكله تاع لي روا ايتترا، ياك راكم في ازمه اقتصاديه عيشوا في داركم، عيشوا دون دي لوجمون دو فونكسيون سامبل. راهم يقولوا بلي نحن في ازمه اقتصاديه ولازم نخدموا المنتوج الوطني. وعلاش الوزراء الجزائريين ما يمشوش بلا سامبول، طوموبي تاع رونو سامبول اللي مخدوم هنا في وهران. علاه يمشوا بالمرسيدس بالفولكس فاجن كي سو امبورتي اون دو فيل؟
هاكو تقولوا بلي نحن في ازمه اقتصاديه، علاش رئاسه الجمهوريه عندها الجيش تاعها 81 مليون اورو، راكو رئيس الجمهوريه الي مالاج. يا عمرين موش يخرج سبحان الله، مين راهم يروحوا 80 مليون دورو هذو؟ وخلينا كنهضروا على المجاهدين واكسترا، الى كلتو في بريفيلاج. اذا كانت كاينه ازمه اقتصاديه باش نحلوا هذه الازمه لازم المسيرين البلاد هما يعطوا ليكزومبل، يفو كي يدون ليكزومبل. اوغ بيغسون نو دون ليكزومبل البلاد هذي. اون فيت اونكور اون فوا هما عندهم نظره في فيزيون دو كور تيرم. تاع البترول راح يطلع، هم تاكلين باللي ايران والعربيه السعوديه دوك السعوديه طلع في الانتاج تاعها، يطلع البترول، يزيد الدولار يطلع ب 40 50 دولار اون فا سيرفيفر. اي سون دون لا سيرفي، ريشيم دون لا سيرفي ني با نا با لو فيزيون دو ديفلوبمون. نعم، ابقى معي سي عبد السمار، وصلت فكره اطرحها على السيد، عاد الينا فرحات ايتالي. سي فرحات ايتالي، ما الجزائر ماهيش محتاجه، يعني السلطه في الجزائر الحكومه ماهيش محتاجه الى نظام اقتصادي متطور وخبراء اقتصاديين كبار واقتصاد سوق واقتصاد انتاجي، فقط ينتظروا مده، يعني يسيروا هذه المده من الان حتى تعاود تطلع اسعار النفط، وهكذا وسنخرج من الازمه باذن الله. ما رايك؟ لا طيب الشرطه عندهم هذا النظره هذه الارجاء يعني الاحتفال بسوق النفط يعني تتحسن الاوضاع وهذا تجعل الامراضيه لان نقول لهم يا جماعه وهذا هو تقلع يعني سوق النفط المستقبل راح تكون عندنا اشكاليه بانه احنا الاحتياط نتاعنا في النفط راه قاعدين لو كان تطلع في 2025 يعني على سبيل المثال راح تبقى اشكاليه واحده تاخذ العين والمستويات تاعها النفط ونحبوا نتوما باش يعاود ينزل باش نقدروا نشريوا شويه تاع المحروقات لين هذا للاستهلاك الوطني. هيك الاقتصاد ولكن ماهيش السلطه كامل عامه يعني جميع المسؤولين عندهم المهارات. اشكرك شكرا جزيلا السيد علي، اعذرني لانه الصوت صار يعني الخط صار رديء جدا، واعلم ان خطوط بعض شبكات الهاتف النقال في الجزائر ليس على ما يرام، لكن اشكرك شكرا جزيلا على المساهمه على المشاركه منذ بدايه هذه الحصه. السيد فرحات ايتالي خبير مالي من الجزائر كان معنا. اعود الى ضيفي السيد عبد السمار عن طريق خدمه سكايب. سي عبد السمار، يعني هل تعتقد ان هذه الازمه الان، أكيد كثير من الخبراء قالوا أن مسألة يعني جمع الأموال عن طريق السندات ستفشل، مثل ما فشلت كذلك مسألة استقطاب أموال الشكارى إلى البنوك رغم الإغراءات الحكومية ورغم يعني فيها أنه تحفيزات، يعني ماذا عسى الحكومة أن تفعل إذا بقيت الأسعار منخفضة؟ هل ستعود الاستدانة الخارجية رغم الشك في ذلك، وقد بدأت هذا مع الصين لتمويل اعتقد ميناء او شيء من هذا؟ شوف التمويل الصيني راهو فكره مليحه. نعم. لانه التمويل الصيني عنده دي طو دانتيري كي سون با يعني ناقصين منخفضه. ساغيست اون بيس يعني منخفضه، ساغيست اون بون بيس. نعم. يعني احنا نتعاملوا مع الصين سياسيا كي نتعاملوا مع الصين خير من نتعاملوا مع اوروبا كفرنسا، ولا احنا عندنا ديجا تجربه سلبيه مع سكون ابيل لو كلوب دو باري يعني نادي باريس. نعم. في التسعينات براتيك محاشاك على الرونا داونا عطاونا واحد لي كونديسيون يعني الهلا يشوفك فيهم. نعم. ولكن لي ديت سون ديتي على ترونشي يعني تسلف الدراهم من الخارج ما يكفيكش، علاش ما يكفيكش؟ الدراهم هذوك واش دير بهم؟ ها عطاولك دراهم لاشين، اذا باش تبني دي زانفراستركتور يعني منشات كبرى كيما لوطوروت ولا مالا بريش وهذه المنشات تو نو فا با لي رونتابيليزي يعني ما تدخلش بهم دراهم، ما راك درت والو. لازم لك اون فيزيون ايكونوميك. واش معناتها اليوم تاخذ المغرب عنده اون فيزيون ايكونوميك، عنده نظره، قال انا عندي حبيت ندير لاندستري تاع المونتاج وعندي لاندستري تاع وعندي لينيرجي سولير وعندي السياحه، ها هو النموذج تاعو. يا ترى احنا الجزائر واش حابين نديرو اقتصاديا؟ اذا نديرو لاندستري دو مونتاج، انا نقول لك لاندستري دو مونتاج مش راح تربح بزاف في الجزائر. لماذا؟ لانه عندنا منافسين كبار، شو هادي كونكيون كيما لا تركي كيما ليرون كيما ليثيوبي لو نيجيريا كيما لو ماروك، وما فيهاش مدخول كبير، يعني لا بلوبار تاع المونتاج راح يكون غير في السوق الداخلي. نعم. حنا لازم لنا نديروا اون دوا ايدونتيفي دي سيكتور بور اكسبورتي باش نقدروا نكسبورتيو، ولاتو لو بلو كرون اتو دالجيري هو الفلاحه. ان لاغريكولتور، دو لي نوفيل تكنولوجي، التكنولوجيات الجديده. حنا شفنا الدول كيما ايرلندا
كما تايوان كما كوريا الجنوبيه بلي نوفا تكنولوجي دارت اقتصاد مستهر. حنا لي جارجانيين الحمد لله عندنا دي جيني، عندنا ناس قاريين، يا دو لانتيليجونس اون ارجيري، يا فريمون دو لانتيليجونس. سيت انتيليجونس لو كان حنا لي انجينيور تاعنا دانفورماتيك لي واب ماستر لي انجينيور تكنيك يقعدوا في الجزائر افيك دي بول دو كومبيتيتيفيتي نقدروا حنا نكونوا لا سيليكون فالي دو لافريك. مي بور سولا لازم لك نظام مالي. ها هو التروازيام ريفورم، يفو ريفورمي لا بونك هادو لا باد. نعم فيه فيه الخرطي فيه فيه تقارير كثيره سيد عبد السمار تقول ان مناخ الاستثمار في الجزائر يعني يصنف ضمن مؤخره الترتيب في العالم من ناحيه، من ناحيه اخرى فيه نزيف كبير كما قلت في البدايه في كما ذكرت اعتقد انت، فيه نزيف فيما يتعلق بالماده الرماديه يعني بالادمغه الجزائريه في المجال الاقتصادي من خبراء من اطباء يعني في عهدات بوتفليقه 800,000 والان تقريبا وصل للمليون من الاطارات ومن الخبراء والمتعلمين يعني في مستويات عاليه جامعيه غادروا الجزائر. فرنسا وحدها فيها اكثر من 20,000 طبيب. يعني هل تعتقد هذه الثروه وهي اهم ثروه، الثروه البشريه يعني تغادر الجزائر بالالاف، كيف بامكان ان يكون فيه اقلاع اقتصادي كما كنت ربما تامل كما يامل كل الشباب الجزائري؟ الاقلاع الاقتصادي باش يكون لازم تكون سياسه جديده، وين كما يقول لك لازم يكون يعني هما داروا لا ريكونسيلياسيون ناسيونال. يفو فير لا ريكونسيلياسيون ناسيونال مع النخبه تاعك، مع الليلي تاعك، مع الناس هذو اللي يروحوا ليترونجي. لازم لي زونباساد تاعنا ولا لي كونسولا تاعنا لازم لنا سياسه جديده وين نجبدوهم. قايه اللي ما توليش ينجح في كاليفورنيا ولا في كندا ولا في استراليا ماهوش مهبول يولي الجزائر، يولي الجزائر باش يدير لا شير باش يدير مودي كريدي في لاكناف ولا في لاباد. ولكن افتح له بنوك جزائريه في الخارج، خليه بدراهم اللي يربحها في الخارج يستثمر في بلاده. جيبوا حلوا جامعات وين يجي يقري خطره في الشهر خطره في الشهرين بور ترونسميت لو سافوار. يفو اون فيريتابل بوليتيك بارابور لا دياسبورا. لازم لنا ان مينيستير وزاره وحدها لا دياسبورا الجزائريه هذه لازم نجيبوها. ثانيا الناس اللي ما راحوش اللي راهم هنا لازم تعطي لهم الثقه. كيفاش تعطي لهم الثقه؟ افتح لهم المجال يا عجبة ربي، افتح لهم المجال. خلينا من المونوبول تاع الجيري تيليكوم لو مونوبول دو سانتراك لي مونوبول، افتح المجال، خلي لا كرياتيفيتي، دير قوانين تحمي بها تحمي بها لي زانتيري ناسيونو ويفتح المجال كما داروا ايرلندا كما داروا سنغافوره كما داروا ماليزيا. يعني سبحان الله احنا ماناش نقولوا لهم خلقوا بدعوا حاجه جديده وروحوا التجارب. يعني هذا سي عبد السمار يعني هذا أن الدستور لابد أن يعاد مرة أخرى ليعطي قيمة للناس في الخارج، لأنه هو الآن الدستور تقريب يجرم ويخون من هم في الخارج بكل بساطة عندما يقول لا يمكن لهم أن يتبوأوا مناصب في الدولة معينة. هذا يعني أنه فيه تمييز بين مواطن داخل الجزائر ومواطن خارج الجزائر. لازم تعديل دستوري آخر. نعم. ولازم تغيير سياسي، لازم تعديل حكومي يعني اون اورجونس. يفو شانجي سو غوفرنمون. هذو الناس الفاشلين اللي واخذوا البلاد لازم يروحوا. يفو دي مينيس، لازم وزراء عندهم سي في، واحد قرا في اشو سي باري، واحد دار ستانفورد، واحد دار هارفارد، مش واحد دار لا فلان يطبل يعيطوا لوي ماكس باش يشوفوا يشطحوا ويقولوا تحيا بوتفليقه. اون ا بوزوان دو جون كومبيتون. لازم تعديل حكومي اون توت اورجونس، لان الحكومه الحاليه ما تقدرش تدي تحديات الاقتصاديه، ما تقدرش، ما عندناش الكفاءات. واحد كيما بوشوارب ولا كيما عمر غور ولا كيما سلال ان با لا كومبيتونس نيسيسار باش يحكم مشاريع اقتصاديه ويتكلم مع مستثمرين كبار ويدير فيها نمو اقتصادي. تعديل حكومي اون اورجونس. من بعد مو تعديل حكومي، كيكون هناك نمو اقتصادي لازم تفتح المجال السياسي ويوغا دي زيليكسيون بريزيدونسيال باش النظام الحالي يروح. دير كيما تايلاند، خذ ليكزومبل دو تايلاند. لا تايلاند انه في تايلاند النمو الاقتصادي راح جاب تغيير سياسي. في بلادنا بلا تغيير سياسي ما نقدروش نديروا فيها تطور اقتصادي. ها رانا نكذبوا على الجزائريين بالمنظومه الحاليه تاع فلان وتاع لاندي، ما نقدروش نديروا كرواسونس ايكونومي. ها هو المشكل. تحبوا اليوم لكن الدستور الحالي، الدستور الحالي سي عبد السمار يعني لا يضغط ولا يجبر الرئيس ولا يجبر السلطه على ان تغير الحكومه
أو تأتي بوزراء جدد، رغم ما نسمعه يعني من حين إلى آخر من تقريب إشاعات بأنه سيكون فيه تغيير جزئي في الحكومة، والذي سوف لن يطال، متأكد أنه لن يطال الوزارات السيادية الحقيقية التي تحدث التغيير يعني. وكذلك الحكومة كما رأينا مبنية على أساس الموالاة للرئيس، يعني الرئيس أو محيط الرئيس. يعني ما الذي يجب أن يتغير بالفعل في الجزائر حتى نصل إلى ما تطمح إليه ويطمح لكل الشعب الجزائري من تغيير حقيقي؟ أنا راني متفق معك يا أخي، واش راك تحكي لو كونستا إلي فري، واش تقول ملاحظة راهي جيدة وصحيحة. ولكن اليوم معليش هما عم يقولوا بلي لازم يكونوا عندنا يعني نظام رئاسي واعر. هاي طيوان عندها نظام سياسي كبير، سان سيستم بريزيدونسيال فور، وين رئيس الجمهورية هو اللي قرر. ولكن في طيوان عندهم رئيس جمهورية، حنا اليوم رانا بلا رئيس جمهورية. نسيت هذا راهو مريض، حنا رانا نعيطوا من الكاطرية موندا بالوحدة الرابعة وحنا نقولوا السيد هذا راهو مريض، عليه يروح للحج يضرب فيها حجة ربي يسمح له ويروح يريح. لازم رئيس جديد، جيب وخلوا يا سيدي، راكم حابين تخلوا النظام الرئاسي، خلوا النظام الرئاسي قوي، ولكن جيبوا رئيس شاب مسير كما ياهل ترى كندا عندهم ترودو هذاك اللي جان، ايطاليا كيما رنزي اللي جان. اينو فوا ان بريزيدون فور كي بو جيري، من بعد نحلوا المجال ونديروا نقدروا نهضروا على برلمانيه ولا فيدراليه اكسيتيرا. مي اليوم ليرجونس سي كلي راهو فوق لا بيراميد، لا فوق الهرم ما يقدرش يسير. دونك هذاك اللي فوق الهرم يخاف ربي سبحانه، يخاف ربي شويه، يطلق الحكم ويخمع البلاد هذه، ونجيبوا نخبه جديده بحكومه تكنوقراطيه، حكومه تكنوقراطيه اللي تخرج من المدارس العالميه، من الجامعات العالميه. احنا عندنا ياخذوا القرار باش نخرجوا من الشان الاقتصادي والميزانيه، باسكو يا جماعه الميزانيه راهي دايره كحنا الميزانيه هنا. الشعب اغلبيه الجزائريين راهم ماهمش يقدروا باش يعيشوا، اغلبيه الجزائريين راهم ينوضوا الصباح يقول لك كيفاش ندخل القفل للدار. نعم. لازم هنا لا ميزير سوسيال هذه تنقص. نعم. من بعد يكون نوغا لو طون. نعود الى مجال الاعلام سي عبد السمار، نعود الى مجال يعني الاعلام الاجنبي، ومؤخرا حدث فيه استفاقه يعني بالاهتمام بالوضع الجزائري ووصفه بالوضع الخطير، وان الجزائر في مفترق الطرق. وربما تقريت هذو ليزارتيكل اللي موجودين في لو فيغارو، اللي موجودين في بعض الصحف الالمانيه، وكذلك ما كتبه خفير سولانا المنسق السابق للشؤون الخارجيه الاوروبيه، ووصف الوضع بالجزائر بالوضع الخطير، وانها كانت قادره على الاقلاع لكنها فشلت، وبالتالي فهي في موضع لا تحسد عليه. هل هناك رسائل من وراء هذه المقالات وهذه التخوفات عبد الصمار؟ هل ما زلت معي عبد الصمار؟ نعم، سيعيد الإخوان في التقنيين الاتصال بالسيد عبد الصمار. عبد الصمار مدير موقع ألجيري فوكس كان معنا من الجزائر. نحن نتحدث عن هذه الخطة الجديدة التي لجأت إليها الحكومة من أجل ربما سد عجز الميزانية كما قال السيد الخبير المالي فرحات أيتالي، وهي طرح سندات اكتتاب لدى المواطنين في السوق الجزائرية المحلية ورجال الأعمال من أجل تمويل مشاريع ربما في البنية التحتية وبفائدة 5%. نعم السيد عبد الصمار عدت إلينا. أنا معك أخي العزيز. نعم. أنا معك أخي العزيز. مرحبا بك مجددا. أنا طرحت السؤال لكن أنا في حد ذاتي ما أذكرش هذا السؤال اللي طرحته، لكن أذكرته. أنت تكلمت على الصحافة الأجنبية. أيوة نعم. تتساءل على الوضع الخاطئ في الجزائر. بارك الله أخي العزيز. بارك الله. احنا كشاب كصحفيين شباب في الجزائر. نعم. كنا نتسائلوا على الوضع الخطير هذا عنده 10 سنوات. ايوه صافي 10 سنوات وحنا نتسائلوا على الوضع الخطير. اليوم يا هل ترى هناك زوج نظريات؟ النظريه الاولى تقول لك باللي الجزائر راح تطيح. أيوة. راح تكون كيما سوريا. هذه النظريه تاع حطيح تولي كيما سوريا، انا جي كوا با. أيوة. جي كوا با بور دو ريزون. علاه؟ الغرب مش راح يخلي الجزائر تحت كيما سوريا من بعد ما صرا وشاف كيفاش لاكريز ميغراتوار كيفاش صارت في سوريا. ثانيا كاين مالغري كو توني با بيردو الحمد لله، والحمد لله
تو ني با بيردي وكاين بعض الوعي في المجتمع الجزائري وكاين مازالوا كاين رجال اللي كانوا يخلوهم يخدموا ينوضوا بالوضع هذا ويبدلوها. ولكن النظريه الخطيره الثانيه نعم. هي النظريه تاع ليكسبسيون الجيريان. أيوة. يعني ليكسبسيون الجيريان واش كيفاش نترجموها؟ ليكسبسيون الجيريان استثناء الاستثناء الجزائري. نعم. هذه النظريه نظريه تاع الناس اللي في النظام يقول لك لا يقول لك حنا كيما سلكنا من التسعينات نسلكم كاع المصائب ودوك البترول طاح وعاود يطلع منا 2020 وبالدراهم تاعنا تاع لي ريزيرف دو شونج نشدوا منهم 2020 ونعاود نولوا كيما يكونوا. حنا هادو الناس حنا واش لازمنا؟ ما لازم نأمنوا النظريه الاولى، ما لازم نأمنوا النظريه الثانيه، حنا لازم نأمنوا نظريه التغيير الجذري يجي بالاصلاح الاجتماعي والاصلاح السياسي. هاي النظريه حنا لازم نتكلموا عليها. الصحافه الاجنبيه لا غالب يا اخي العزيز، انا الفواج يعني نخرج للخارج وكنت كنت بعض الايام كنت في الصين، الجزائر ماهوش معروفه، بلد ليس معروف، يعني باش يعني ليس التمرين الصحفي الواعر في الدنيا كي دوموندي كي تطلب من صحفي اجنبي يكتب لك مقال عن الجزائر، تلموا البلاد هذه ماهيش معروفه ودخلت يعني في ثقبه سوداء. نعم. على لازم اليوم حنا كشباب جزائريين نعطوا نظره وادخلوا على الجزائر. قال في الجزائر هذه ما كانش غير حراقه والارهاب. نعم. والديكتاتوريه، كاين الناس. سؤال اخير سي عبد السمار يتعلق بال يعني الجزائر تشتكي انها تعيش ازمه ماليه، انخفاض سعر النفط، مشكل في الميزانيه تاع 2016، لكن في نفس الوقت مشات في صفقه اسلحه كبيره مع روسيا لاقتناء بموجب هذه الصفقه 40 طائره سوخوي 35. ما قراءتك لهذه الصفقه من ناحيه الماليه في هذا الوضع، وكذلك لماذا هذه الطائرات؟ يعني هل هناك حرب في الافق لا قدر الله؟ شوف يا اخي العزيز، انا كشخصي كصحفي وصاروا لي مشاكل كبار على جل مساله الجيش. نعم. الجيش الجزائري والالجيري سي لينيو روج، خط احمر. نعم. وين تروح برا وين تروح يحكمك برا يقول لك شوف هضر على كلش ما تهضرش على الجيش. أيوة. يا خاوتي احنا ماذا بينا بلادنا تكون عندها جيش قوي، احنا ماذا بينا بلادنا تكون عندها جيش كبير اكسترا، ولكن احنا واش نطالبوا؟ هذه الملايير تاع الدولارات كيفاش راهم يتسيروا؟ صافي كل عام احنا نمدوا بين 7 8 الى 10 ملايير دولار دو بي 5 ولا لي دي دانيير زاني، يعني صرفنا اكثر من 100 يعني تلحق حتى 200 مليار دولار ولا بين 20 الى 200 مليار دولار في 30 و 40 سنه الاخيره. هذه الملايير تاع الدولارات علاش ما درناش كيما باكستان اليوم هي تنتج الاسلحه وراهي تصدر الاسلحه. لماذا الجيش تاعنا ما تكونش عنده مؤسسات اقتصاديه وين يكون فيها ترانسفير دي تكنولوجي ويصنع هو الاسلحه؟ بار اكزومبل المشروع اللي داروه مع مرسيدس في تيارف سي ان بو بروجي، عم بداو يخدموا المونتاج. حنا اذا باش يكون عندنا جيش قوي رانا داكور، بصح اذا تصرفوا هذو الملايير ومع الاخير في مالي انتم تخلوا فرنسا هي تدخل في مالي سي با نورمال. اذا تشوفوا قاع الاسلحه والافان تخلوا الحلف الاطلسي ولا وداعش تخدم واش تخدم في 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 دير واش دير في ليبيا، سي با نورمال. انا كشاب جزائري وما نقولش يعني من نخبه ولا انا كشاب يتكلم بالك اسم بعض الشباب، واش نقول؟ على الجزائر لازم كي تتطور اقتصاديا تتطور سياسيا، على الجزائر تحمل مسؤوليتها الاقليميه. واش معناتها مسؤوليتها الاقليميه؟ معناتها ما عاد نكونوا كيما تركيا، لازم الجزائر تولي تركيا او ايران افريقيا الشماليه. ما لازمش نخلو القوة الأوروبية تدخل في المالي وتدخل في ليبيا. وصلت فكرتك السيد عبد السمار، أشكرك شكرا جزيلا. عبد السمار مدير موقع الجيري فوكس كان معنا من الجزائر، أشكرك. وهذا الاهتمام كذلك أوجهه للسيد فرحات أيت علي الخبير المالي الذي عاد إلينا، وأرجو أن يكون صوت الاتصال الآن أفضل، صوت الهاتف. تسمعني سيد فرحات أيت علي؟ نعم. عبد السمار يعني كشاب جزائري يأمل أن تكون الجزائر قوية، الجيش الوطني الشعبي خط أحمر، كلنا نتفق مع هذا، وفوتنا الخدمة العسكرية في وقت الشدة. يقول عبد السمار بأن يجب أن لا يكون كذلك اقتناء هذه الأسلحة بالملايير فقط كعمل تقليدي ليس له هدف ربما في المنظور. يعني الجزائر عقدت صفقة 40 طائرة سخوي مع الروس، ما قراءتك الاقتصادية وكذلك الأمنية لهذه الصفقة؟
أشكرك السيد فرحات آيت علي، وأعتذر لك أيضا كذلك في كل يعني في المرات الأخيرة كان الصوت رديء، وهذه المرة أيضا رغم كل محاولاتنا إن شاء الله نتصل بك في المستقبل القريب وأن تكون الخطوط أفصح وأنظف وأحسن مما سمعنا اليوم. سيد فرحات آيت علي الخبير المالي كنت معنا من الجزائر، سيد عبد الصمار كذلك مدير موقع فوكس من الجزائر الذي يتمنى أن تكون الجزائر ونتمنى نحن أيضا أن تكون دولة إقليمية حقيقية في شمال إفريقيا، وكأن يقول تركيا شمال إفريقيا ونحن نقول أفضل من تركيا لو استمرينا في المسار الديمقراطي منذ التسعينات. كذلك سيد نور الدين القليل وهو محلل في البورصة كان معنا من الجزائر أيضا. أشكركم أعزائي المشاهدين، نعتذر بعض الإخوة كذلك معنا في القائمة لكن للأسف لم نتمكن من اتصال بهم نتيجة مشاكل تقنية ربما فيها الخطوط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.